حياكم الله مشاهدينا الكرام. أثبتت دولة الإمارات العربية المتحدة في ظل الأزمة العالمية التي يمر بها العالم جراء انتشار فيروس كورونا أن بنيتها التحتية وتجهيزاتها الرقمية قادرة على مواجهة الظروف الاستثنائية، وقد نجحت إمارة الشارقة في عدة قطاعات من الناحية التقنية مسخرة التكنولوجيا في جانب التعلم والعمل عن بعد في ظل هذه الأزمة، ما يعكس جاهزيتها للتحول الرقمي مسبقا، تأكيدا على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على توفير بنية شبكية رقمية متقدمة توفر أسرع وأفضل الخدمات للمتعاملين في كافة هيئاتها ومؤسساتها الحكومية. وللحديث مشاهدين أكثر حول هذا الموضوع يشرفنا أن يكون معنا عبر هذه المداخلة سعادة الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي الرئيس التنفيذي لدائرة العلاقات الحكومية في الشارقة. أهلا وسهلا ومساك الله بالخير سعادتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. سعادتك، كيف ترى الاستعدادات الرقمية في إمارة الشارقة خلال هذه الأزمة التي يمر بها العالم؟ وهل برأيك الأسباب التي جعلت إمارة الشارقة أنها كونها مهيئة رقميا بشكل مسبق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا في البداية أود أن أوجه تحيتي لكافة المواطنين المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة الذين أثبتوا من خلال وعيهم والتزامهم يعني حرصة حماية المصالح المشتركة في الدولة، وبشكل خاص أكيد لازم نشكر الخط الدفاع الأول في مواجهة هذه الأزمة، الأطباء والممرضين، كافة العاملين في قطاع الرعاية الصحية، وأيضا الشكر الجزيل لرجال الأمن والعاملين في القطاع الحكومي في كافة هذه الظروف. نستطيع نقول أن الحمد لله رب العالمين دولة الإمارات العربية المتحدة كانت مستعدة لهذه الظروف الاستثنائية، كانت بسبب الاستثمار في بنية تحتية رقمية تحت الرؤية الحكيمة لقيادة دولة الإمارات التي ركزت على عملية التحول الرقمي الشاملة في مختلف القطاعات. استراتيجية التحول الرقمي التي اعتمدها كافة إمارات الدولة هي تماشيا مع استراتيجية مئوية الإمارات 2071. نعم. حافظت على استمرارية العمل سواء كان في القطاع الحكومي أو في القطاع الخاص. نحن الحمد لله بالاستثمار قوي في البنية التحتية الرقمية كنا مستعدين لتحويل عدة خدمات عبر الوسائل الرقمية والإلكترونية بشكل سريع. على سبيل المثال أقدر أركز على جهود القطاع التعليم في توفير بيئة تعليمية رقمية بشكل سريع لاستمرارية التعليم في أهم يعني جزء أو فئة في المجتمع الشباب والطلاب. نعم. إذا تسمحوا لي أركز على استراتيجية حكومة إمارة الشارقة. نحن الحمد لله بجهود دائرة الحكومة الإلكترونية كنا مستعدين بوجود البنية التحتية الرقمية اللي موجودة وكذلك الثقافة الرقمية في الحكومة بتوفير الخدمات، بتوفير البيئة التعليمية، بتوفير معلومات حول القطاع الصحي خلال هذه الأوقات الاستثنائية. ولكن لا شك أن في التحول الرقمي ليس لدينا أي نهاية. فنحن الآن في تخطيط استراتيجية جديدة لنرد إلى بيئة رقمية عالية جودة وتسريع إن شاء الله في المستقبل تحويل خدمات وعمليات في الحكومة إلى منصة موحدة وفي يمكن خدمات عالية جودة لجميع المواطنين والمقيمين في إمارة الشارقة. إن شاء الله الشيخ، يعني كافة القطاعات أكيد ستتغير وستتأثر بعد هذه الأزمة، فكيف ترى مستقبل العالم الرقمي بعد هذه الأزمة على وجه التحديد؟ وجهة نظري
في في هذا المجال أن أهمية سيكون رفع أهمية التحول الرقمي في قطاعات يمكن مهمة للمواطنين المقيمين في الإمارات وفي جميع دول العالم. على سبيل المثال القطاع التعليم كان سابقا تستخدم التكنولوجيا في التعليم، ولكن الآن أصبحت عالم رقمية 100% حتى بتوفير التعليم عبر البرامج الرقمية وعبر الاتصال عبر الإنترنت. نعم. أتوقع أن سنستثمر أكثر في جاهزية الحكومة وجاهزية جميع القطاعات لنكون مستعدين لا سمح الله في أزمات في المستقبل، وفي رفع جودة العمل في جميع القطاعات بالاستثمار في تحويل خدمات، باستثمار في تعليم الموظفين باستخدام التكنولوجيا، وأخيرا بتوفير بنية تحتية آمنة للعمل عن بعد والعمل عبر الوسائل. نعم الشيخ، ذكرت نقطة مهمة، مجال التعليم على وجه التحديد وكذلك العمل عن بعد، يمكن كانت هذه الخطوة التي تم تطبيقها في هذه المرحلة، فكيف ترى مستقبل التعليم على وجه التحديد بعد نجاح هذا التحول الرقمي في هذه الفترة؟ أظني أولا لازم نركز على كلمة النجاح. نشكر جميع الجهات الحكومية وحتى القطاع الخاص في قطاع التعليم على جهودهم واستعدادهم لاستمرارية التعليم خلال هذه الأوقات. لا شك أن سنرد إلى عالم ثاني بعد إن شاء الله، الله يستر هذه المرحلة إن شاء الله. أتوقع أن سنطور بيئة أو طريقة عمل برفع نسبة الاستخدام في التكنولوجيا. أتوقع أن التعليم عن بعد مرحلة مؤقتة خلال هذه الظروف، وسنرد إلى إن شاء الله التعليم التقليدي بمعنى الطلاب في المدارس، ولكن يمكن باستخدام التكنولوجيا بشكل أكثر، باستمرارية التعليم حتى خارج المدارس باستخدام الوسائل التكنولوجيا، ويمكن برامج توعوية لرفع الوعي في الطلاب باستخدام التكنولوجيا في الطرق الصحيحة، بمعنى باستخدام الإنترنت للتعليم، استخدام الوسائل التواصل الاجتماعي للتعليم. فنحن الآن نستغل الفرصة أن نرفع الوعي في المجتمع على أهمية استخدام التكنولوجيا للاستمرارية في التعليم، ولكن كذلك رفع الوعي في الأمن والأمن السيبراني في هذا المجال. نعم، نتمنى لكم التوفيق بإذن الله سعادة الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي الرئيس التنفيذي لدائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، شكرا جزيلا. لا شكرا جزيلا لجهودكم، وإن شاء الله سنتعدى هذه الوقت وسنرد إلى العمل بسرعة بإذن الله. مشكورين، يعطيك العافية. الله يعافيك، شكرا.